السلام عليكم الإخوان، أهلا وسهلا ومرحبا. حلقة جديدة مع فيديو جديد. اليوم غادي نطرقوا الموضوع ديال السروالي وما فعله في المواقع، في مواقع التواصل الاجتماعي. البلبلة اللي نوض، الشعلة اللي شعل، ما خلى تا واحد فقد الثقة ما بين أصحاب القنوات، فقد الثقة ما بين المتابعين والمتابعات. خلوضها فكرون، وراكم عارفين الفكرون فين كيعيش. الفكرون كيعيش غاف الماء، لما خلوض الماء اللي تيكون تخوبل مخروض، يعني الفكرون تيعيش في الماء المخروض. علاش يعيش في الماء المخروض؟ لانه الى هز راسو غادي يضربوه الدراري بالحجر. هذا الشيء اللي تنقولوا على الكسول وما فعله في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك اليوم غادي نتكلموا عليه، كيفاش كان وكيفاش ولا، وهذا السيد هذا البلبلة واصحاب القنوات اللي كانوا معاه وما بقاوش معاه، واللي ما كانوش معاه ولاو معاه، ولكن الاغلبيه ما كانوش، والاغلبيه كانوا معاه وما بقاوش معاه. هذا الشيء اللي كنشوفوا حاليا. دونك انسحاب الكثير ديال اللي كانوا متضامنين معاه، الكثير اللي كانوا تيساندوه وكيطبلوا ليه وكيزغرتوا ليه وكيشطحوا ليه، الان ولاو ضدو. من المقربين ليه، من المقربين راكم عارفينهم، ناس منهم اللي في سيدي عدي، منهم اللي في مكناس، منهم اللي في قنيطرة، منهم اللي في فاس، منهم راكم الكثير منهم، وراكم متبعين الاحداث وراكم عارفينهم اسم باسم. الناس اللي كانوا كما قالوا هما كانوا كينعسوا فرشه وحده، وكان اللي كانوا مهاجمينه ما خلاو فيه ومعرقين ليه، ما خلاو ليه مو مرتوب حناه، ولا دابا كيزغرتوا ليه. غادي نبداو بواحد المداخله ديال بوخيارة السروالي اللي دارها عند طوطو مؤخرا، دار واحد المداخله، وغادي تشوفوا حاليا السيد كيف. انا غادي نبين لكم حاليا كيفاش يعني المعامله ديالهم كيفاش دايره، وقبل كيفاش كانت المعامله ديالهم. اسمع، متشرده صغيره اخت بها، لا ماشي هذا بلاتي انتم تسمعوا، ها هو المجهود اللي درت جبار بميتو، شي واحد المجهود اللي درتو انا ما عقبر شي واحد في المواقع، واحد المجهود دار جبار ما كاين حتى شي واحد دارو في مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا هذا المجهود وهذا الجبار الاجتماعي ساطع يديرو. لا ازكي نفسي ولا اقول انا ولعزته لله، اللي درت انا في حق المواقع الاجتماعيه باش نجيبو حقنا. الان اللي تنقول لك ميتو انه كاين تحقيق، عرفتي شنو التحقيق؟ من اعلى السيد عنده مصادر، قال لك الناس خدامين، المحكمات ولاو المحاكم والنيابه العامه خدامين غير معاه هو، لان عنده ما يفيد. دوك الناس ما بقاوش متبعين شي قضايا اخرى من غير القضيه ديالو. اعلى سلطات تتحقق في هذا الشيء اللي قلت انا، وبالشكل اللي حدث في رئاسه النيابه العامه. اعلى السلطات، سمعتوا؟ اعلى السلطات فاتحين تحقيق. خلينا السلطات ديالنا. واو، شوف الا كنت كذب عليكم بغيت هادشي كامل يتقلب عليا. وراه غيتقلب عليك راه هادشي. شوف، مادام الناس اللي كانوا كيطبلوا لك تقلبوا عليك، راه هادشي كلشي غيتقلب عليك. ربي كبير، وماذا حق وراء الغالب، وباقي واحد القلب ولا غادي تفش. لاحظتوا راه بدا شويه كيتعلم يهضر، راه بدا المهم راك باقي كسول. سير على الله، ربما بقى تشوفوها في التلفازات وتشوفوها في البرامج. هادشي اللي غادي تقول بولا قال لك غادي نبقاو نشوفوها في التلفازات وفي البرامج وفي يمكن حتى في السينما في التاريخ، لانه الروح عزيزه. سمع هادي دخل التاريخ. سمع، ولا غادي تفجر
ربما تشوفوها في التلفازات وتشوفوها في البرامج وتدخل التاريخ. دونك الزروالي غادي يدخل التاريخ. الزروالي غادي يدخل التاريخ. سمعتوا؟ غادي خصني نحطها في العنوان انا هذه. الزروالي غادي يدخل التاريخ. بنو بطوطة هذا، بنو بطوطة. لأنه الروح عزيزة عند الله. ماشي أنا، ماشي أنا ولا المتابع. الله عنده الروح عزيزة عليه. وشوف كل واحد تيتفرش وكل واحد تيبان وكل واحد غادي يشد الجزاء ديالو. هادي هضرتي فيها، كل واحد غادي يشد الجزاء ديالو. عرفاش الجزاء ديالك كيفاش داير اخاي السروال يا اخي على هادشي اللي درتي؟ دابا هاد الموطور اللي تيقولوا دارها تيدخلوا وكالة ودارك الملك غير دابا. شكون قالها؟ شكون ما سمعناهاش؟ ما سمعناش انا كيدخلوا الوكالة ولا هادي، ما سمعناهاش هادي. ها عندك ما يفيد، احنا ما سمعناهاش. اللي تيهضر حمق واللي تيتفرج بعقلو. هادي كاينه، هادي كاينه، اللي كيهضر حمق واللي كيتفرج بعقلو، هادي كاينه. واش هاد الوكلاء الا بغاو يفسدوا هاد الدرك الملكي خصهم يمشيو شي بلاصه ديال السوره واللي يجيو ميطو اللي دابا نتوما. دونك هو تيقول لك هاد الناس اللي بغاو يديروا شي حاجه خصهم يمشيو لشي بلاصه بالسوره، ما غايمشيوش لدار ميطو اللي مقابلين معها الجيران وحدها الناس وحدها هذه. حنا ما قلنا والو، حنا ما ضربناش فيها، فهمتيني؟ حنا ما انا كصاحب قناه ما قلت لك انا لا دارت ولا فعلت، سمعتيني؟ فهمتيني؟ ما دارتش ميطو، قال لكم راه ساكنه في واحد الغابه بوحدها. ميطو راه ساكنه في سيدي عدي وانفاس مع الطيور وفي الدرب، راه واش وكيل غادي يجي ويدخل عند ميطو؟ واسروالي واسروالي، هل يخفى القمر؟ ما غتعرفش ليها هادي. صافي سير للدار وقلب الدار. ودابا هما تيبغيو يبينوا المغرب راه غابة. واش فهمتي ولا ما فهمتيوش؟ إذا ربي كبير راه كبير، والحمد لله والشكر لله، وقريبا كل واحد يشد الجزاء ديالو. راه أي واحد سبني ولا هايرني. سمع السيد راه كينوطي، غير ما عرفتش واش كتكتبها بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بالدارجه. سمع راه شي حموم الزروالي تيقول راه ما غاديش يجاوبك، راه تنشوف كلشي وتبقايين في اللائحه، كل واحد تجي وقته. وما غاديش نديرو معاك الروطار، مي غادي تجي في يدي غنقول لك اجا ولدي. ها هي ديك برطي بوليسي. شوف شوف شوف، قبل ما نسمعوه على مرت البوليسي، اسمع هادي مزيان. اسمع سيدي عدي وانفاس مع الطيور وفي الدرب، راه واش وكيل غادي يجي ويدخل عند ميطو الدار وقلب الدار؟ ودابا هما تيبغيو يبينوا المغرب راه غابه. مالك مع هاد الوكاله؟ مالك مالك الناس اللي يهضروا على شي سلطه اخرى ولا على مقدام ولا على هادي كترد انت يا وكيل الملك. شكون جبد وكيل الملك؟ شكون قال وكيل الملك؟ تا مالك مريض 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 بهاد الوكلاء؟ بعد منهم، قيلهم عليك. بارك هذوك الدواصه اللي عندك كتشتم في الوكلاء وكتسب فيه، وبارك تزيد شي على شي. وغرقتيها والله الا شاعله بالله. واش فهمت ولا ما فهمتوش؟ فهمنا. يا ربي كبير راه كبير، والحمد لله والشكر لله، وقريبا كل واحد يشد الجزاء ديالو. كل واحد غادي يشد الجزاء ديالو، واخا سي الجزاء. كل واحد غادي يشد الجزاء ديالو، اش غادير انت؟ راه اي واحد سبني ولا عايرني. اي واحد سبك ولا عايرك؟ اي واحد شوف، تقدر تحسب اللي ما سبوكش واللي ما عايروكش، هما اللي يمكن تقدر تحسبهم، تقدر تعرفهم. هما اللي سبوك وعايروك وما كيتحصاوش، وبزاف وراه بزاف بزاف بزاف. الله يرحمنا الله يرحمنا، والله الا كنهضر معاكم الشيوات تبارك الله خدامه. الله يرحمنا الله يرحمنا يا ربي، والله يرحمنا حتى بشي شي لايكات وشي بارطاجات وشي هادي وشي هادي. يلاه سير على الله. راه شي حموم الزروالي تيقول راه ما غاديش يجاوبك، راه تنشوف كلشي وتبقى قيد في اللائحه. راه كيقيد في اللائحه،
اشوفوا هادوك اللي سبيتوه هادوك اللي عايرتوه ركات بليكم سمياتكم في اللائحة. السيد راه خطر، السيد راه غادي يدخل التاريخ. الله إلا بالله، بنو خلدون ولا الفارابي ولا شكون، بنو بطوطة ولا بنو سينا ولا شكون هذا يدخل التاريخ؟ شنو غادي تلقاو؟ شنو غتلقاو؟ غتلقاو شنو؟ يوسف يوسف الزروالي. بدا يقراو عليها تما في الابتدائي والاعدادي. اكبر نصاب في العالم، اكبر نصاب في التاريخ، في التاريخ. يلا سير كمل، كتب لي سميتي، كتب لي سميتي في اللائحه وعندك تنساها، كتب لي سميتي. بعد تجي وقته وما غاديش ندير معاك الروطار، مي غادي تجي في يدي غنقول لك اجا ولدي. اجي يا ولدي، ملي غادي تجي، ملي غادي تطيح في يدو، اجي يا ولدي، اجي يا ولدي، غيقرقب عليك. غيقرقب عليك، وراه دخل التاريخ. ويلي السيد دخل التاريخ. ما دخلتيش للجغرافيا؟ ها؟ ما دخلتيش للجغرافيا، دخلتي غير التاريخ. هي هذيك برد البوليسي، واش عرفتي شحال باش ناض، شحال باش متابعة ميطو؟ مرت البوليسي راه الكات كاسالات معاك، دارتك محتوى. راه دارتك محتوى. ملي كانت هادي دابا اللي داير عندها مداخله، ملي كانت ديك الوقيته كتسب فيك وكتعرعر وكتخلى، شوف والله الا عندي عرفتي اش نقول لكم، باقا قاطع الجهد وكيما بغيتش نعرضها في حلقه واحده، ما باغيش نعرضها في حلقه واحده، لان الا عرضتها في هذه الحلقه هذه راه غندير معكم ساعتين ولا ثلاثه ولا اكثر كاع، لان داك الشيء كثير، هذا الشيء غير سبال فيك. دابا اللي كدير انت معها مداخله وانتم غتسمعوا شنو غادي يقول في حقها. 80 مليون دابا حاليا، 80 مليون و 80 مليون فيها كل فيها 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 اللي عطى العربون جوج، اللي عطى العربون ثلاثة، اللي وفين مشات؟ كما خديتي النصيب ديالك وقلنا داكشي ديالك انت اش تهضرني يعني على هذاكشي؟ شوف داكشي راه متبعوه القضاء، السيد دار ولا ما دارش ولا هذي، راه كاين حكم قضائي اللي غادي يفصل في هادشي وغادي يقول لك شحال خدا ولا شحال ما خداش، ولا راه المتهم بريء حتى تتموت الادانه. والسروالي واللي دخلتي للتاريخ، والكسول عطي العربون ربعه، وعاد الضحايا اللي كاين بالقصر الكبير والضحايا على خريف تازه، ومازال غادي تيحقوا مازال. يا مطلع يا ما قال، يا ما جات تدعي مويطو، انا مرت الشرطي، انا مرت البوشي باشا حمو شارب دمو، انا تتحوكو بيه. عجباتها كضحك كضحك. انا مازال غنرجع لكم، مازال غنرجع لكم وغنسمعوا مازال. انا مرت فلان، انا ما تخزر ولا حرق راسي، ودابا راه السفير داخل بينا هما الصابات يسقون لنا ديك الدوله فيهم هذاك الخط يسقون، ولكن انا مي غادي يجيني خبر سعيد محبوب الناس اللي درتهم في الشكايه بانه تاهما تعرضوا الى التعنيف في مدينه مكناس، واللجنه غادي تعيط لهم وغادي تحقق معاهم، هذا خبر زوين. اخواني اخواتي اللي بغا تبعوا معنا، راه شوف الفيديو غادي يكون شويه طويل ولكن غادي تسمعوا، غادي يعجبكم الحال، غادي يعجبكم الحال، فهمتيني؟ لان كاين ما يفيد وكاين ما يقال. راه ربي كبير، لانني انا خوتي ظلمت بزاف، راه عرفتي شنو يسكوي بلادك؟ راه شوف هما تيقولك وانا هربت، لا راه شوف الرسول. لا 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 ما هربتيش، لا 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 لا، مشيتي بخا، مشيتي فيزا، مشيتي فيزا، مشيتي فيزا ياك، مشيتي فيزا. ما حرقتيش، لا 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 ما هربتيش، لا 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 لا. شوف شكون قال، شكون قال؟ شوف عليك تكتب لي سميتي. عليك تكتب لي سميتي تما في ديك اللائحة. هايا السروالي، كنضحكوا معاك. عندك تمشي تكتب لي سميتي ولا شي حاجة؟ أنا يلا قلت لك كاسول بوخياران الصعب، ما قلت لك شي حاجة أخرى. صافي يلا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام راه لما تحقر في مكة. سمعوا 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 هذا خبر زوين، راه ربي كبير، ربي كبير، لأنني أنا خوتي ظلمت بزاف، راه عرفتي شنو يسكوي بلادك، راه شوف هما تيقولوا على الرب، لا راه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام راه لما تحقر في مكة أمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العلي العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم تحقر، ها صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام وتقول تحقر، هاد الكلمه ديال الحقره هادي ما خصهاش تتقال، واسروالي واسروالي قول استغفر الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى بالهجره قال له هجر الى مدينه المنوره، علاش دابا واحد النبي صلى الله عليه وسلم حيت تحقر ربي امره بالهجره حيت تحقر. وسيفي زازي وسيفي زازي والشيخ ديالنا الله يحفظك ونجيك، حاول حاول كما قال لك فؤاد بروكسل الله يجازك بخير، دير لنا شويه تقفلينا عباد الله فهمنينا عندنا راه عندنا راه عندنا الكسالة بزاف. السيفي زازي والله منين هاد السيد منين هاد السيد هذا اللي عنده قناه مليونيه وتيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تحقر، راك السيفي زازي راك ما دايرش خدمتك وخدم معنا الله يجازيك بخير، راك نبغيوك وعزيز علينا وهادي عطينا دروس عطينا دروس عطينا دروس فقه لينا الناس، راه عندنا في هاد المواقع في هاد لي ريزو سوسيو راه عندنا بزاف بحال هاد الكاسول هذا اللي تيقول هاد الهضره هادي، تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تحقر وامر الله بالهجره، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى تقوى ودار القوة وباين وبين بأنه على حق، عاد جا دخل مكة ومعززة مكرمة. إذن أنني أنا باش نشد حقي أرى أوبليجي خصني نخوي المغرب، لأن أنا ما تتحاربش مع ناس سالين تتحارب مع ناس كبار، خصني نخوي المغرب مع من؟ حقي أرى أوبليجي خصني نخوي المغرب، تتحارش مع ناس سالين تتحارب مع ناس كبار، خصني نخوي المغرب باش نبين براعتي. ولكن كتحارب مع ناس كبار يا كتقولها ما كتحاربش مع من ما سمعناهاش مزيان هادي، خصني نخوي المغرب تتحاربش مع ناس سالين تتحارب مع ناس كبار مع ناس سادس ما سمعتهاش. اذا انني انا باش نشد حقي ارى اوبليجي خصني نخوي المغرب، تتحاربش مع ناس سالين تتحارب مع ناس كبار، خصني نخوي المغرب باش نبين براعتي. ولكن تكرف صغار المتابعين وما تعاون معايا حتى شي واحد وما طلب حتى شي واحد، وما تعاونش معايا بالدعاء وجا نجبد من نجيب الدعاء ما نهضروش عليه، ناس تعاونوا بالدعاء الله يا خي سروالي لا كلشي دعا عليك هذه ما كلمتيش فيها، الله يا ربي الله والله لا كنهضر معكم امطار الخير تبارك الله امطار الخير هنا يا راه في مدينة سلا، وتحية للسلاويين والسلاويات فين ما كانوا الأحرار تبارك الله عليكم والله لا أمطار الخير تبارك الله تبارك الله 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 يرحمنا يا ربي. وكمل أخي السروالي وشدوا الطياير ونفرقوا ونديروا وبقيت بكرامتي والله عمري طلعت عمري طلعت اخويا هشام مسعيد وبقيت بعزة كرامي وشفت ايه عزة كرامي هاد عزة كرامي زوينة هادي غادي نديرها ونعاودها اسمع وبقيت بعزة كرامي عزة كرامي وديجي براتي بعزة كرامي وبقيت بعزة كرامي وشفت براتي وديجي براتي بعزة كرامي غادي نجيب براتي بعزة كرامي وتحفة وتحفة ما فينا خاي تحفة وشوف هاد النويطة هادي عقل لي عليها الله يرحم لك الوالدين شوف راه غنصيفطها لك هاد عزة كرامي والله إلا غادي نصيفطها لك غادي نبقى بعزة كرامي والله إلا خصنا بالله خصنا 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 نبقاو نديرو الصبورة والطباشير خصنا نديرو الصبورة والطباشير و فهمتي سيفي زازي قرينا الناس أصاحبي
تبارك الله راه حنايا راك ضالع في اللغه العربيه. هاد السيد هذا راه قال لك بعزة كرامي، وشنو غتجاوب وشنو غتقول ليه؟ ها لكن هذا بعيد، هذا بغيت كنت تناقش شي واحد في القواعد. هاد بعزة كرامي ما لا محل لها من الاعراب اصلا. لا ما نقولوش قول. اسمع شتي واسمع. الله يرحمنا يا ربي، والله الا بالله شتي وتبارك الله، الله يرحمنا. وبعزة كرامي والسيف زازي، هذا راه ما غلطش في الضمه ولا في الكسره ولا في الفتحه، ها هذا فاش غلط هذا. تحيه لك سيف زازي، والله الا تحيه لك، راه متبعينك، والله الا راه متبعينك بالله، كنستافدوا منك، ولكن هاد الناس هما اللي خصهم يتبعوك، هادو باش يستافدوا شويه. عزة كرامي، يلا زيد على خونا في الله، ها زيد على خونا في الله. سمعتوا هذه القضية ديال خوتي العزاز، هاد خوتي العزاز هذه، يعني لاحظوا هذه المسألة، كاع الناس اللي كانوا معاه وما بقاوش معاه ولا، وحتى اللي باقيين معاه، كاع ملي كيجيو يهضروا، كاع ملي كيجيو يدويو، ملي كي هذا ديما كيسبقوا خوتي العزاز، يعني هاد خوتي العزاز راه ديالو، راه ديالو. دابا لاحظنا شي وحدين دابا اللي دخلوا عند التحفة في مداخلات وداك الشيء، ملي ولاو كيهضروا بخوتي العزاز، وحاولوا تحيدوها، وحنا راه حيدنا خوتي خواتاتي المغاربة، حنا راه حيدناها، وحيدوا نتوما خوتي العزاز، باش ما بقاش تنسبوا شي حوايج ليكم هما ماشي ديالكم، الله يرحمها، الله يرحمها. فرحان بزاف ما تصورش، ولكن نعطيكم شي سيد راه فرحان بزاف ما تصورش. شي شهر شهرين غتسمعوا واحد القنبلة. حسبوا اليوم 27 اكتوبر ياك، هو هادشي قتاش قالوا، يلاه قالوا يمكن شي يومين هادي، وحنا حسبوا لي 25 اكتوبر، دونك هنايا قالك شهرين، حنا غادي نحسبوا ونشوفوا هاد القنبلة فين غادي نشروها فين؟ كلشي غادي يشد في راسه ويقول ما يمكنش، وغادي تخلص الزروادي إلى التاريخ. إلى التاريخ. ماشي ديال المغرب ولا الوكيل، لا. تحية الوكالة اليوم. تحية الوكالة. سمعتي اش قالت لك ميطو؟ سمعتي؟ تحية للوكالة. تحية للوكالة، وكالة شنو الضمان الاجتماعي، وكالة بنكية، وكالة. والسي فيزازي، اسمع هادشي، اسمع القراية، اسمع. ولكن ماشي مشكل، هو تيقول هو السروالي تيقول لك راه قاري وفاهم وعارف، أما ميطو راه كتقولها، كتقول لك أنا راه ما قارية ما والو، وحنايا شوف حنا راه ماشي تنسبوا ولا كنعايروا شي واحد اللي أمي ولا شي حاجة، لا 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 بالعكس، راه كاين الناس، راه كاين الفرق ما بين أمي وما بين جاهل، ما عليناش، السروالي راه جامعهم بجوج. سمعوا هذه الله يعمرها دار، سمعوها مزيان، شوف سمعوها مزيان. تحيه لك اخويا، انا فاهمك اميطو ما تخافش، انا راه عارف اش نقولوا، بس والله ياخذ الحق ولدي في اللي دار الصداع، انا كنبغي ياخذ الحق في اللي جاد هي والصداع. شنو قلت لكم الشيء الاول البارح وزاد الشيء اليوم، غادي تفرقع واحد في القنبله للعالم تبقى تشوفوها في التلفازه دايزه، هكا في التلفازه هاد القنبله تبقى تشوفوها دايزه في التلفازه. وشوف ومن هنا شهر شهرين، حنايا غنصيدو، شوف شهر شهرين ما بعيداش، حنا غنصيدو، غير قلنا اش من التلفازه غير باش نبقاو سامرين وصافي، صافي يلا. ما يمكنش لانه الله كبير، ورا الله كبير، عاد تقولها لينا انت، ورا الله كبير. سمعتوا اش قال ليها؟ ميطو راه كيمرأة شريفة، ولا غادي يسمع لكم عاوتاني شنو كان تيقول. ميطو بغينا
سوبر شات بغينا نتشجعوا على المغرب مسكينه. ما فيها با سوبر شات. حنا ما بقيناش اللي يقول لنا كاع حنا يا السيد هذا دبو ستاديو عطيوه السوبر. انا مابقاش كندير اللايفات انا على ود انا ناشفه اوكي ما تنسعاش ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. هاني 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 ديروا فيديوهات ديروا فيديوهات احسن من اللايفات. اللايفات ما كيدخلوا حتى والو والو ناشفين وكيضربوهم لينا بصحيح كيضربوا لنا اللايفات كاع ديما ديما فوق ما ندير شي لايف دولار تي ولا صفر سير على الله كل شيء تقص سوبر شات الصفحات باش توقف جوجو تويتي بري بري كري كري سري سري ديالنا دابا ولا تحفه الراقصه توتو ولا الراقصه توتو ياكي واش هادي على هضرتك وقايب ياكي دابا دابا ولا الراقصه توتو قبل شنو كان ما كنت عاديتي مع عباد الله اتوتو مالك الناس كيفاش شوف شوفوا هنايا دابا حاليا شوفوا الخرجه اللي كتخرج كتهضر على المتشرده شكون هي المتشرده في نظركم شكون هي راكم عارفين المتشرده تبعي مشردة المتشردة بسميها على طاطا بديعة طاطا بديعة اللي كانت كثر من اختها اللي كانت كثر من اختها وجات عندها الدار مراران ورحبات بها انا غنبين لكم هنايا غير هو هذا الفيديو هذا فيه شويه ديال اغاني ولا ما عرفتش تقدر تضرب تقدر هذه سمع سمع المهم انا غادي نبين لكم اللقطه الاولى ومن بعد غادي نبينها لكم في الفيديو وغادي نحيد الصوت اسمع هنايا البوسان والسلام ها انتوما شوفوا هنايا كيفاش نايضه نايضه القوال ديال السكر والتعناق والبوسان والتطبال زيد 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 انا حيدت لكم الصوت ديالها هنايا لان فيها شي حاجه ديال ما عرفتش شنو تمايا فيها الزيت الريق وفيها حك جر وراكم عارفين يقدر هذه الاغنيه تضرب لي اللايف ولا تضرب لي الفيديو ولا شي حاجه ما عليناش ها انتوما وا 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 شوفوا كيفاش كانوا كانت طاطا بديعة دايرة النية دابا ورديتيها المتشردة هي وبنتها كتقول المتشردة الكبيرة المتشردة الصغيرة وقبل كنتي فرحانة بها وكذا باش تطلعي القناة ديالك باش تطلعي القناة ديالك يالله لقيتها اللي كنتو كتضربوا في الكاسول اللي غيدخل للتاريخ اللي غادي هكاك ديري هكاك تبارك الله تبارك الله الحيحه والنشاط عرفناهم قوالب السكر ولا قوالب ديال سير على الله ما نطولش عليكم في هذا في هذا في هذا راه كله غادي بحال هكا النشاط ها هو شاط وطاطا بديعة مسكينه كانت دايره النيه فيها قبل ما تغدر بها طوطو قبل ما تبقى تردها متشرده ودابا هذا هو المشكل دابا هذا هو المشكل مشكل تنقول لها ديما وقلتها قبل انا راه ما كاين صحبه مع اصحاب القنوات راه ما كاين صحبه واش فهمتوني راه ما كاين صحبه الصحبه راه الاسرار شوف الى عاودتي شي واحد شي حاجه ولا طمأنيتي زعما ارتاحيتي لشي واحد وبقيتي كتعاود الاسرار ديالك العائليه وهذه راه عرف واحد النهار راه غادي ينشروا لك ملابس الداخليه ديالك راه غادي تنشر علانيه في مواقع التواصل الاجتماعي هانتوما شفتوا بعينيكم هما اللي كانوا هما مثلا هذا شوف راه عرفتي الفيديو اذا جات راه بزاف ما يتقال راه عندي الكثير ديال المقاطع هنايا الكثير ديال المقاطع هنايا كيفاش نشوفوا حنايا كيفاش كانت تتسب هنايا سمع 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 هذه كل ما غير عندي مرحبا بي حتى راه حد جوج جبتي حتى ما تسعي ما حدك سير دكتور حاج جبتي وهذوك الرجال يلاه كان دابا الراقصه توتو دابا كان راقصه توتو قبل شنو كنتي كتقولي ليه
سيدك تحفه جدي وهذوك الرجال سيدك تحفه هذوك الرجال ها ملي كنتي صيفط لك العاقه ملي كنتي تهلا فيك ها ملي كان ديما كيجبدك القناه ديالك في اللايفات ديالو ها باش وصل باش خديتي هاد الدرع الفضي ها باش خديتي هاد الدرع الفضي وفرحانه به مزيان تفرحي به ولكن ما تنساش الخير ديال من ها اسمع اللي بغى يجي عندي مرحبا به حتى واحد الجوك جبتي اللي بغى يجي عندي مرحبا به حتى الجوك جبتي وشكون عاوتاني سيدك تحفه جبتي وهذوك الرجال سيدك تحفه جبتي جي جمعتك انا قالت ليه دابا كتهضر معاه من هي دابا كتخاطب الزروالي كتخاطب الزروالي كتقول ليه عندي مرحبا به حتى واحد الجوك جبتي حتى ما تسيء ما حدك سيدك تحفه جبتي وهذوك الرجال جي 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 جمعتك انا دابا داك النهار سيدك تحفه دابا الراقصة توتو ها واش نقول لك قلنا لك قلبي عليه راه في الفيديو السابق قلتها لك قلت لك عطيه اتساع راه الخلا راه الخلا عباد الله راه الخلا راه قال لك نصي في نصك دير لي نصي في نصك الله يرحمها الله يرحمها ودابا اش كتقول عليكم شكرا لكم الحمد لله دائما واقفين مع كلمه الحق سمعتي نقول لك واي حاجه تيقولوا لي اي حاجه ما عجبتهمش نقول لهم حفظ الله حيت انا ماشي ظالمه ماشي نضرب في الناس اللي ما وصلونيش الله ينجيني اقول اسميتو وراه ديك مولات البنان راكم فرستوها اقول مولات البنان مولات البنان اللي كانت تتعانق معها حتى هي وترحب بها ودير ليها حيت كانت كتميزي دابا ولات مولات البنان كتهضر على من تهضر على سعاد اورغانزا علاش كيرد عليك المحروق اقول المحروق ياك تحكمتي بجوج المليون وتحكمتي ما عرف شحال ديال الحبس وراه مولات البنان منك بدات ولكن انا جات لعندي درت لها ستوب سمعتي علاش درت لها ستوب قلت لها حبسي جيتي لعند الصحراويه بنت ولي علي الشريف غتدي مني الريح اللي ولدها زيان يا غادي تجي لعندي انا جيتي وجيتي تال بلاد في اليوم وتضربك الريح جيتي وبلاد فليونيت والله الا بلاد فليو بالله ما كذبتي سيدي عندي بلاد فليو لان الريحه ديالو تيشموها من الشمال والجنوب والغرب كلشي كيشم الريحه كلشي شم الريحه ديال فليو ها تنقول لكم هي راه قالت لك جيتي حتى لبلاد فليو واخا لا بلاد فليو جيتي حتى لبلاد فليو اها وهنا اش كتقولي ايوا علاش تقول وانت ما خصكش تهضري معاه كتقول باك اللي ضرب لي الكاغيط عاد ما نهضرش معاه ولا باك اللي ضرب لي الكاغيط غنبقى نسب لامك العروق دابا راه عام كتهضر دابا كتهضر على الزروالي اسمعوا على الزروالي ياك سمعتوا المقطع الاول سمعتوا المقطع الاول دابا كتهضر على الزروالي سمع اش كتقول لي الوالده ما تفقلاش على هادشي انا كنهضر معاك اه ولدها كانت تيزيرها تقول الوالده ما حنا ما اتفقناش على هادشي سمع سمعتي ولا لا وانا عيطوا عليا ولدي واش بغاو عندي دابا هذا المسخين هذا المجرتين هادو اش بغيت اخويا عندي وغير حسنا كل مره تخرج تكتبوا علاش حنا والله ما حنا والله شي واحد يضرب يحضرني والله كل ما ولدي عندي كاين حدايا المندرج على يمه انا نقول كانت ديك الساعه مازال كتحشم ولدها وكانت تيحشم منها فهمتيني هذه واحد 9 شهور تقريبا ولا عام تقريبا كانت باقا شويه ديال الحشوبه دابا ما بقاتش قول لي حتى حاجه عمر انا قلت لك دابا غيجي يسبو غير شفتو غنقول لي سمعتو غيخرج عندك يعطيك العصير سمعتي نقول لك هاد المسخين هادو هاد الحانزين هادو اش من دوك الحفر اللي كتحفروا ما يجعلكم تحبوا لكم العزيز عليكم فيه وما حنا الحمد لله كنهضروا بالصدق ما كنسميش سمعتي اش كدير لك الزروالي راه ما خلى شوف شوف راه داكشي كثير بزاف 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 شحال مور لا هذاك زوين هذاك زوين راه بديتير راه بديتير راه الناس اللي كيعجبك راه كيضرب فيك كون درتي لي الراي راه كنشدك واحد الشده وكتبقى فيا داكشي اللي درت لك غادي كيفاش كنتي دايره لي كيفاش شاده بدي كتبقى فيا داكشي اللي درت لك غادي يجي لي لولادي ويجي لي لصحتي
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا غير للتذكير أشوف طوالت عليكم في هذا الفيديو هذا باش تفرجوا وتسمعوا وصير تشوفوا هذا الوقت ما كاين لا لايفات لا والو باش تسمعوا مزيان هذه السيدة هذه كي كنتي وكي وليتي ودابا ولا دابا ولا اسمع اسمع هذه اخر هذه من الفيديوهات هاد اليومين الاخرانيه هذه طبعا هو يشطر كي لا عم سمعتي نقول لك اصلا الله يعطيك ما عطاه ومش عارف غادي يطلق سمعتي نقول لك الزوجة الله صرفتك عليش تليفون صح خلينا هيش الله يقوم لديك ما تقطعليش ولدي خليني علاش بقيتي لي الغلطه هنايا فين بكاها تحفه هنا فين بكاها تحفة وقالت لك ما بكانيش ما بكانيش ما سهل عليك أولي ما تلحق حيد انت سير انت في حالك سير سمع عادي البارح اللي ذاك البكاني كنت كان بكي بكيتو معايا وشكرا لكم شكرا للقنوات وشكرا للقنوات شكرا للقنوات اللي كانوا واقفين معايا ماشي بكاني ذاك حشاكم ذاك توخبره ماشي هو اللي بكاك ماشي هو اسمع طبعا هو يشطر كي لا عم سمعتي نقول لك اصلا الله يعطيك ما عطاه ومش عارف غادي يطلق سمعتي نقول لك الزوجة الله صرفتك عليه التليفون ماشي هو اللي بكاها ياك ماشي هو ماشي هو اللي بكاها ماشي هو اش كتقولي هنا؟ وشكرا للقنوات شكرا للقنوات اللي كانوا واقفين معايا ماشي بكاني ذاك حشاكم ذاك توخبره ماشي هو اللي بكاني او لا شي حاجه شكون بكاك تحفه ماشي هو اللي بكاني او لا شي حاجه رتيبه بكيت تحيه للرتيبه بكيت حيت وجهكم كبير يعني هو كان كيخسر الهضره ولكن انا ما قديتش وجهك مسكينه ما قديتيش تخسر الهضره حيت هو خسر الهضره وانت ما قديتيش انت ما قديتيش وقلت لك ما غتقديش درت لك في الفيديو اللي قبل لبسي على قدك يواتيك وحنا والله بغيناك غير ديري عقلك تنسحبي من هذا الشيء وديري شي محتوى كما قلت لك انا راه عطا الله على من غتطلعي عطا الله ولكن الخلا راه ما غتطلعيش عليه راك قلتي غادي نديرك انا في هذا الشادي ونقدر نشد بك حتى الصيف يعني انت يا كتحدايه وكتقولي غادي نديرك محتوى فهادش ندوز بك هاد الشتا كامله وندوز بك حتى الصيف ياك والله الا باتي نعس البيترينا عرفتي بات من تيناس حد الفيترينا بات الزروالي بات الزروالي وانا ما غنكذبكش والله الا باتي نعس البيترينا ما دارش حتى الحيفه البا لعيبه كدير غير 50 اورو ما شرياش البا وكيخرج ويغسلو عندك عندك مشات تلقى تكمل قدام الناس يصوروا عندك تبقى دير يسير بزاف عليك باش غادي توصل سيدك تحفه سيدك تحفه الهاجره سيدك تحفه قالت له لا كيطب صور قال لها لا ما غاديش تبغي امي سموني شهيده شهيده من اهليها كيدوز مع امو قال لي محيد ها نشوف ها هو هذا الهضره ما قالتهاش مؤخرا اسمع وكيخرج ويغسلو عندك عندك تمشي تلقى تكمل قدام الناس يصوروا عندك تبقى دير يسير بزاف عليك باش غادي توصل سيدك تحفه سيدك تحفه الهاجره سيدك تحفه قالت له لا كيطب صور قال لها لا ما غاديش تبغي امي اسم قالت لك يطو صور قال لها لا ما غاتبغيش امي الزموريه هي اسمع نقول لك انا كيدوز مع امو باه قال لي محيد الحوت اسر دير اخوتي حيدوا لولد خوه مليد وا 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 وسمعتوا اخواني اخواتي ها اللي ولا دابا الزروالي حبيبها وكبيتها ولا تعادت مع الناس كاملين فينا هو حموده اطلس فينا هو ابو رضا فين أفلاطون كل شي راح مع الزمن كل شي صار في خبر كان فين تحفة فين حمودة ايه واش نقول لك راه شوية كما قلت لك انا راه غادي يبقاو يتفرجوا فيك غا دوك ربعة الناس اللي عندك في الدار تقي الله وبعدي من الصداع بعدي من الصداع هو كان طالب من المخزن يخرج قبل ما غادي توقع شي جريمه كطالب من المخزن
يخرج قبل ما توقع شي جريمة. السيدة باغا دير جريمة وباغا تعرى وباغا تعرى. عرفتي شكون اللي بكاني؟ ما بقيتش نحسن هضره قدام هاد الوجوه. هادي اللي كتوقني وما لا كنتي ما كتحشمش وما بقاش المخزن يدخل. راه غنخرج لكم انا بواحد الحاجه ما غاديش تعيبوا عليها كاع. غنخرج لكم انا راه كاين داكشي باش تزادت. غتخرج داكشي باش تزادت. داكشي باش تزادت. تبارك الله على هو يا مستار. تبارك الله على هو يا مستار. المخزن يضرب فينا فيك. شكون تشد فمك؟ سمعتي نقول لك ماشي يكون هذا الدرك حرجتي عليا القنوات كلشي اللي عندك كيضربوا فيا تحب تقدري تحركني انت كاع القنوات اللي صغار كاع القنوات اللي صغار خرجوا كيضربوا فيك خرجوا كيضربوا فيك ايوا درتي لي نصي في نصك ارحم عليها تحفه اخواني كاين بزاف ما يتقال ولكن شنقول لكم طولت عليكم في هذه الحلقه هذه تقريبا هي 40 دقيقه اللايفات ما شنقول لكم ولاو كيتضربوا المشاهده ديالهم واخا تكون طالعه راكم عارفين اللايف انا ما كانت انا ما كتقشر منه والو واخا الفيديو فيه شويه ديال التماره فيه المونتاج فيه الوقت قلب على المقاطع دير فعال هادي فيه تماره الفيديو ولكن الفيديو الصراحه نقولوها المدخول ديالو لا باس به لان اللايف الا ما كانتش دعم للقناه ما كانتش سوبر شات ما كانتش شي حاجه راك ما كتستافد منه حتى لعبه غير هو دار مره داك اللايف باش تكون وباش يكون واحد التواصل بينك وبين المتتبعين ديالك واصحاب القنوات اللي كيدخلوا عندك كتكون داك شيء مباشر دونك تحياتي لكم والله يخليكم الى كمل الفيديو كامل يبارطاجي ومع الدخله تدخلوا ديروا اللايك فهمتي ديروا اللايك الله يجازيكم بخير اخواني اخواتي تبارك الله عليكم والله يرحمنا مع هذا الشيء واللي كاين في مدينه سلا الله يرحمنا يا ربي وبغيناها في جميع المدن المغربيه ان شاء الله محتاجين ليها مع السلامه